أي قرر شكرا. البنك المركزي التونسي الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية حسب ما أعلن عليه محافظ البنك شادي العياري، يبين أنه مجلس إدارة البنك كان اجتمع البارح واتخذ جملة من القرارات الرامية إلى دعم الدينار التونسي اللي يشهد هبوط حاد منذ أسبوع تقريبا، وقال أنه الترفيع في نسبة الفائدة من شأنه أنه يقوي الدينار ويحسن نسبة الصرف مقابل العملات الأجنبية ويجعل العملة الوطنية أكثر جاذبية على مستوى الاستثمار والادخار. عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماع استثنائي يوم أمس للنظر في آخر المستجدات على صعيد سوق الصرف اللي شهد خلال الأسبوع المنقضي ضغوط متصاعدة جراء الإقبال المتزايد للمتعاملين على طلب العملات الأجنبية، الشيء اللي أدى إلى هبوط ملحوظ في قيمة الدينار خاصة إزاء الدولار والأورو. وبعد النقاش والمداولة وبهدف الحد من مخاطر الضغوط التضخيمية من ناحية وتحفيز الادخار ودعم السيولة من ناحية أخرى، قرر المجلس الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي ب 50 نقطة أساسية لتبلغ 4.75%، إلى جانب الزيادة في النسبة الدنيا لتأجير الادخار ب 50 نقطة أساسية لتنتقل إلى 4%. هذا مع مواصلة البنك المركزي المتابعة الدقيقة لتطورات الظرف الاقتصادي ولا سيما الضغوط التضخيمية لاتخاذ الإجراءات الملائمة في الإبان. وفي نفس السياق بين المجلس لدى تحليل التطورات الأخيرة أن المعطيات الموضوعية والمؤشرات الاقتصادية والمالية المتوفرة ما تبررش التوتر اللي شهده سوق الصرف وحدد تراجع سعر صرف الدينار إزاء العملات الأجنبية الرئيسية، خاصة أن المحادثات اللي جرت مؤخرا بين السلطات وبعثة صندوق النقد الدولي في إطار مراجعة برنامج التسهيل الممدد كانت في مجملها إيجابية ومشجعة. كما أكد المجلس على مواصلة البنك المركزي اعتماد المرونة اللازمة في إدارة السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف بما يؤمن سيولة السوق، كما يحرص على فعالية تلك السياسات في الحد من تفاقم العجز الجاري وانتعاء إلى العمل على ترشيد استعمال الموارد من العملة الأجنبية وعدم اللجوء إلى أي ممارسات لا مبرر لها من شأنها المساس بالسير العادي لسوق الصرف وتهديد استقراره بما ينعكس سلبا على التوازنات الاقتصادية الكلية بشكل عام. ويؤكد المجلس كذلك على طمأنة المتعاملين والعموم حول تواصل النشاط الطبيعي في سوق الصرف والمتابعة المستمرة اللي يقوم بها البنك المركزي لتأمين المعاملات مع حرصه على المحافظة على الاحتياط من العملة. ما زلنا نتحدث في الاقتصاد، على ذلك يحضر معي الخبير الاقتصادي سي محمد جرايا. مرحبا بك سي محمد. وبيك لله. به من آخر العباد وليت حتى المواطنين العاديين واللي يتبعوا في الشأن الاقتصادي في بيانات البنك المركزي وآخر بيان بعد الاجتماع البارح، البنك قرر ترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب 50 نقطة أساسية لتبلغ 4.75%. خلينا نفسرها بلغة مبسطة للمتابعين، معناها شنو هذا؟ بارك الله فيك على الاستضافة. مرحبا. هو معناها أي طرف يتجه للبنك كمستثمر صاحب مؤسسة أو حتى بالخاص ويطلب قرض، القرض هذايا عليه تثقيل معناها الفوائد اللي هو نسميه الانتري. احنا المنظومة البنكية في متاعنا في تونس مبنية على أساس أنه الفائض فيه جزئين، فيه معناها جزء يتسمى التيمم اللي هو نسبة الفائدة على السوق متاع المارشي الانترميديير واللي هي يتحكم فيها البنك المركزي، وفما هذاك الهامش الربح وإلى لامارش اللي هي ترجع للبنك المقرض ويتحكم فيه البنك. وعاده احنا كيف نوقع العقود نلقاو تيمم بلس 2 تيمم بلس 3 والا انت مش تدخل البنك المركزي في التخفيض او الترفيع من نسبه الفائده الاساسيه يدخل في اطار تعديل السوق وتعديل الاستثمار او الاقتراض. بطبيعه الحال كيف الهامش نتاع التيمم يتراجع هذا يشجع على الاقتراض، يشجع على الاستهلاك، يشجع على الاستثمار، ويشجع حتى معناها على الديناميكيه الاقتصادية. وهذا هو المنظار اللي قاعدين ماشيين فيه، ولعل أن الإجراء هذا جاء كأنه إجراء باش يصلح شوية انزلاق الدينار اللي شفناه والتضخم. البنك المركزي تدخل تقريبا في هذه النقطة وعنده 3 سنين اللي ما غيرش وما مسش نسبة الفائدة المديرية. لا، هو النسبة تتغير ولا تتمس كل حوالي 6 أشهر، وهذا يجي في التقارير وفي القرارات الشهرية للبنك المركزي. شنو الفرق؟ المرة هذه على إثر الزوبعة والإعلامية ومعناها التعليقات اللي صارت في مخصص انزلاق الدينار، وقع كأنه الحل هذايا، والسيد محافظ البنك المركزي البارح في قناة تلفزية قال راهو أخذنا الإجراء هذايا باش نحسنوا من قيمة الدينار ونداركوا الانزلاق اللي صاير. يعني لو كان ما جاتش العملية نتاع
ذلك ممكن كانت تمر مرور الكرام وما نتفطن لها حتى واحد. البنك المركزي قاعد يخو في مؤخرا في إجراءات تعديلية لسعر الصرف للتحكم تقريبا في انزلاق العجز التجاري عفوا من ناحية والواردات لتغطية الواردات الضرورية للبلاد. هو المشكلة متاعنا الكبيرة أنه عنا احنا عملة أولا هذا من باب البديهيات أن العملة هي تعكس الوضعية الاقتصادية والوضع الاقتصادي متاعنا رغم التحسن متاعه ما زال متعثر ولذا الدينار يعكس الوضعية الصعوبات الاقتصادية. زد على ذلك أنه في المدة الأخيرة أثر تصريح سيد الوزيرة المالية وأثر الموقف اللي اخذته البنك المركزي في غضون ولا من لمدة 3 أو 4 أيام ما دخلتش شهدنا انزلاق كبير وكبير جدا ومتسارع في النسق متاعه بالنسبة للدينار حيث أنه الواحد الأورو انتقل من 2.49 إلى 2.72 البارح وهل التدحرج المفاجئ هو عبارة على ردة السوق المالية لأن السوق المالية ما ترحمش على إثر التصريحات اللي وقعت وعلى إثر معناها سكوت أو عزوف البنك المركزي على التدخل. هذاك علاش البارح شفنا سيد معناها محافظ البنك دخل على قناة تلفزية وحاول يطمن وقال راهو مش رجعوا شوية من التنافسية متاع الدينار والقيمة متاعه ونتوقع أنه ممكن مش الانزلاق مش يقف حوالي 2.72 أو 73 كأقصى حد. إن شاء الله هذاك الخبر الأول اللي خرج أنه مش ينزلق حتى 3 دينارات الأورو إن شاء الله ما نوصلوش ولأنه الانعكاسات متاعه على التضخم المالي على المقدرة الشرائية وحتى على المؤسسات اللي هي تستورد من الخارج البضاعة أو المواد الأولية الأثر متاعه سلبي. فما بعض آثار وإلا انعكاسات إيجابية لكن في الوقت الراهن والوضعية الاقتصادية متاعنا ما نشوفوهاش بسرعة. الانعكاس الإيجابي في تخفيض الدينار هي معناها بعث دفع الصادرات لأنه هذا يحسن من قدرة التنافسية لكن احنا اليوم مش كنا في الصادرات مش قدرة تنافسية بقدر ما هو تعطل آليات الإنتاج في التصدير ولذا إذا كان في ماشي آليات قاعدة تدور والديناميكية متعطلة هذا ما يكونش تأثير. ما تسيخ كل واحدة سي محمد هذا نفهم ربما وضعية بعض المؤسسات في الجهات اللي تورد مواد أولية اللي تقول لك ما عادش نجم نخلط ولازم نخرج خدام. هو الإشكال الكبير في الميزان التجاري وهذا ديما نقولوا عليه والعجز الضخم عندنا مشكل كبير ما بين الواردات والصادرات والحل هو كان نجم يكون بسيط وبسيط جدا فيه عنصرين اثنين بعجالة. أولا رشدوا الواردات ما نوردوا كانت حاجات الضرورية اللي هي معناها ما نجموش نستغنوا عليها. عندنا اتفاقيات عديدة مع البلدان خلينا نقولوها كيما تركيا ولا كيما غيره رشدوا الواردات نتاعنا وما نخليوهاش مسيبة خاصة أنه ما فماش تصاعد ولا تحسن في الصادرات. الحاجة الثانية علاش احنا ما نلزموش الشركات ذات التجارة الدولية اللي هي مختصة في الاستيراد والتصدير معناها نشاط أولي علاش ما نعملوش منظومة متاع معناها مقابلة أو توازي ما نعطيه وهي يورد وما نعطيه العملة الصعبة للتوريد إلا بمقدار ما أثبته من التصدير. أنت ما بتحب تورد ب100,000 أورو أعطيني اللي أنت صدرت حوالي ب100,000 أورو من بالنسبة معناها المواد التونسية وإلا هذا لتوازن الميزان وهذا يعطينا توازن ويخلي الدولة ما عادش هي اللي تعطي من الخزينة متاعها ومن مخزون العملة الصعبة بل هو نفسه بالعملية متاعه يعني التجارية يورد ويصدر ويقع نوعا ما من التوازن ويخف الضغط على محصول وإلا منسوب العملة. نختم باللقاء اللي جمع اليوم رئيس الجمهورية برئيس الحكومة نعرف لرئيس الحكومة منتظر يتوجه غدوة التطاوين بحملة من وحزمة من الإجراءات والقرارات في استعراض الوضع العام بالبلاد وبالخصوص المسائل الاقتصادية والمالية أعطى مؤشرات تعكس بداية تعافي الاقتصاد الوطني خاصة في الثلث الأول. هو أكيد حتى المعطيات ظاهرة للعيان عودة الوصفات للإنتاج والتصدير مؤشرات سياحية إيجابية عودة بعض المؤسسات للنشاط متاعها. صحيح عندنا إشكاليات اجتماعية في بعض القطاعات وبعض المؤسسات اللي هي معطلة على العمل لمطالب اجتماعية لكن مؤشرات معناها بدأت ترجع والمؤشر المهم اللي هو مش يعطي يعني خطر قدوة مش يعطي مؤشرات أخرى ويدفع بالاستثمار هو موافقة الموافقة المبدئية لصندوق النقد الدولي في تصريح وإلا تحرير التسبقة الثانية وتبعته البنك الدولي وتبعه البنك الإفريقي وتبعته معناها مؤسسات أخرى. لهنا يلزمنا نأكدوا أن صندوق النقد الدولي بالقرار متاعه يعطي قدوة وإشارة مثله
مثل معناها وكالات الترقيم السيادي، المستثمرين والمانحين والمقرضين يقعدوا دائما وابدا يستناوا الضوء الاخضر من المؤسسات الدوليه هذه لانه يثقوا في التقارير نتاعها وفي الرؤيه نتاعها. واضح كذلك معلومه مهمه، ونحكيوا على تصريحات المسؤولين وتصريحات الوزراء والتصريح الاخير للوزيره الماليه، ونحن نحكيوا على الترقيم السيادي. ذولي كل كلمه بحسبها اليوم ورا العالم الكل والمؤسسات النقديه الدوليه الكل تتبع في تصريحات مسؤولينا، وهذا ربما كان باش يخلق ازمه لولا تدخل البارح وتحدث محافظ البنك المركزي واللي قال انه ربما فهم تصريح سيد الوزيره بالخطا. هو تدخل من حسن الحظ انه اخيرا جاء لكن متاخر، كان نجم يدخل نهار الاول ولا في 48 ساعه الاولين وكنا نجم نحد من انزلاق بتاع الدينار نقف في 2.55 او 2.6، لكن اوروزمون يعني مع حسن الحظ كما نقولوا بالفرنساوي ميو فوتار كو جامي، اخيرا جاء التدخل هذايا، وان شاء الله معناها حاثه كما هكايا ما تتكررش، لانه يجب معناها التناغم والتنسيق بين الاطراف المسؤوله، لانه نقولوها ونعاودوا السوق الماليه لا ترحم. سي محمد جراي، احنا على ابواب شهر رمضان المعظم واتحاد الفلاحين وزارة الفلاحة متخوفة، منظمة الدفاع عن المستهلك متخوفة برشا حول السوق والواردات او تغطية ما يجب تغطيته في هذا الشهر المعظم. كخبير اقتصادي ترانا حاضرين؟ هو حاضرين نسبيا، لانه فما خصوصية انه رمضان يقدم في الزمن يعني كل سنة يقدمك 11 يوم ويخلي أنه بعض منتوجات ما عادش توردي في الموسم متاحها ولا في الميسرة متاحها. وإحنا العائلات التونسية معناها من العائلات العائلية أنه فما مواد نحبوا نلقاوها في رمضان ونحبوا نستهلكوها في رمضان بقطع النظر على الفصل وعلى الموسم. بطبيعة الحال إذا كان يقع ضغط على بعض مواد اللي هي مش الموسم متاحها، يا أما مش نوردوها وإلا مش تكون في الباكورات وإلا في طرق معناها استثنائية، بطبيعة الحال التكلفة متاحها مش تكون مرتفعة والسوم متاحها مش تكون مرتفعة. زيد على ذلك أنه انزلاق الدينار مش يلقي بظلاله على الواردات، واحنا عندنا برشا مواد استهلاكيه مورده. واضح. كلمه الختام في 30 ثانيه اللي كنت سي محمد جراي على الوضع الاقتصادي وعلى حول سياسه الحكومه والبنك المركزي ماشيين في اثنين صحيح. احنا المؤشرات نتاعنا باهيه، اما يلزمنا حاجتين، حاجه تهم الحكومه هو تطبيق القانون والصرامه، لانه احنا في فلوكه واحده واللي قاعد يخرم في الفلوكه ما يلزمناش نسكتوا عليه، وبالنسبه للمواطن يستهلك تونسي ويرجع للعمل. أي أكيد هذه الحملة استهلاك المنتوج التونسي المتواصل، إن شاء الله التونسي يستهلكوا منتوجهم التونسي، راه كل واحد اللي يتابعوا فينا من دوره من موقعه هو نجم يساهم في تحسن الوضع الاقتصادي في بلادنا. مشكور سي محمد. شكرا.